الخير ديال البركان ياك الله خويا خويا نشوفو كي داير السلع. بسم الله بارك الله ما شاء الله بارك الله ما شاء الله. شوف 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 الحبه تبارك الله قداش بارك الله ما شاء الله. ما كان لا علف لا والو لا والو. اللهم بارك اللهم بارك. السلام عليكم خوتي اخواتاتي تبارك الله عليكم ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. في هذا الفيديو هذا راح كنتواجدوا داخل السوق الاسبوعي بمدينه بركان وغادي نتعرفوا على الاثمنه ديال الخضر وديال الفواكه وديال الاغنام. قبل ما نبداو هذا الفيديو هذا خوتي ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم مع الاحباب ديالكم. ما تنساوش تصليوا على النبي على بركه الله. نديروا جوله في السوق ونشوفوا الاثمنه كي داير. يا الاجواء السوق الاسبوعي بمدينه بركان شوفوا كي داير الاثمنه هذا النهار ان شاء الله على بركه الله. صديق كي داير الدعوة؟ مليحة الدعوة النشطة؟ الله يحفظك فيها خير. شحال داير البطاطا هاد النهار؟ 9 دراهم البطاطا 9 دراهم هي البصلة شحال؟ 5 دراهم البصلة. اللهم بارك ندير واحد الجولة داخل السوق. السلام عليكم صديق تبارك الله عليك. السلام الدعوة مليحة الله يعطيك الخير. شحال ديال البطاطا صديق؟ البطاطا 8 دراهم. البطاطا 8 دراهم. والجلبانة؟ الجلبانة 15 درهم. 15 درهم. واه. والكابويا؟ الكابويا 12 درهم. 12 درهم. واه. والشعرة؟ الشعرة 13 درهم. 260 تبارك الله. الزرودية؟ 6 درهم زرودية تبارك الله. كي داير الدعوة في السوق هذا النهار؟ مليحة الدعوة الحمد لله. الأثمنة في السوق كي راهي تبان لكم مقارنة مع الأسواق اللي فاتوا؟ شوية خويا شوية كاين الغلا. باقي عاد الأثمنة غالية؟ ايوا نطلبوا ربي يرحمنا إن شاء الله. نطلبوا ربي يرحمنا. الله يحفظك. إن شاء الله الرحمن الرحيم. البنان شحال راه داير؟ 8 درهم البنان. البنان والبطاطا بحال بحال. البنان والبطاطا غير بحال. التفاح 10 درهم. 10 درهم. وماطيشه اللي ضروريه في المرميطه 9 درهم. ماطيشه ماطيشه 9 درهم. هذه هي الاجواء داخل السوق. ايوا با انوار اكيد داير الدعوه. اللهم بارك الخير ديال البركان ياك الله خويا خويا نشوفوا كي داير السلع. بسم الله بارك الله ما شاء الله بارك الله ما شاء الله. التين البركاني اللهم بارك. التين البركاني بالسوق الاسبوعي بمدينه بركان. شحال داير السلع خويا؟ 80. شوف 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 الحبه تبارك الله قداش بارك الله ما شاء الله. ما كان لا علفه لا والو لا والو. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. شحال داير الثمن؟ 80 4 دراهم. اللهم بارك تبارك الله. التين البركاني في السوق الاسبوعي بمدينه بركان فيها. واللي بشحال داير بو انوار؟ اللي 6 دراهم. اللي مداير 6 دراهم. 6 دراهم تبارك. ماطيشه؟ ماطيشه 160. 160 السوق الاسبوعي بركان. السوق الاسبوعي يسولوا على لا انوار. اللي ما لقانيش هنا يلقاني الرومبو ديال الرومبو ديال السعيديه احفير بركان. اسيدي الله يجيبك تيسير. الله يحفظك. القرقع 3500 35 درهم. البنان 8 درهم ياك؟ واه 8 درهم. 8 درهم سيدي الله يجيبك تيسير. الله يعطيك. السلام عليكم صديق تبارك الله عليك. شحال داير التفاح العزيز؟ 100 درهم. التفاح 5 دراهم. اللهم بارك 5 دراهم التفاح تبارك الله ما شاء الله. البطاطا الحلوة شحال العزيز؟ البطاطا شحال؟ شحال البطاطا الحلوة؟ 4 دراهم. اللهم بارك. بطاطا منياتو 4 دراهم. 4 دراهم بطاطا منياتو بطاطا الحلوة. التين التين. السلام عليكم عزيز تبارك الله عليك. دعم ليها شي مزيان الله يعطيك الخير. امور هانيه الله يعطيك الخير بارك الله فيك. شحال داير التشين؟ 6 دراهم تبارك الله. 6 دراهم وما كاينش العلفه. واه ما كاينش العلفه. ها اللهم بارك اللهم بارك. ديال الغرب هذه هكذا. اللهم بارك السيدي الله يجيبك التيسير. الله يسهل الامور الله يعطيك الخير. مبلغ شعر ها هو فوتها مباشره. تحياتي لك مبروك. الله يحفظك الله يجيبك. السلام عليكم الصديق تبارك الله عليك. الدعوه مزيانه الله يحفظك. شحال داير البطاطا الصديق؟ البطاطا 7 دراهم. اللهم بارك. راه ودت شويه ياك. واش راهي بالك في السوق مقارنه مع الاسواق اللي فاتوا؟ اثمنه الغنم موجود كاين ثمن اسيدي الله جبتي سير. الخير موجود تبارك الله. اللهم بارك. كي راه تبان لك الاثمنه في السوق مقارنه مع الاسواق اللي فاتت؟
هو ولد شويه ولا بحال 900 لا شويه فيها زروديا 100 درهم زروديا 5 درهم الكابويا 7 درهم 7 درهم البرانيه 100 البرانيه 5 درهم اللهم بارك اسيدي الا جبت التيسير الزروديا تبارك الله لفت السلام عليكم صديق بارك الله عليك الله يحفظك شحال ديال الزروديا صديق 4 درهم اللهم بارك الزروديا 4 درهم لفت 6 درهم شحال ديال الزروديا العزيز 60 دور 3 دراهم زرودية والحرور 7 دراهم الحرور الحلو اشحال دايره الزرودية صافي 50 دور 2 دراهم ونص تبارك الله الشالوت الشالوت 6 دراهم تبارك الله الشعرة 15 درهم 15 درهم اللهم بارك شحال داير لك 100 دور اخويا 5 دراهم ديال البركان هذا البركان التين البركاني 5 درهم هاك الله ما بارك خير موجود شحال درت البطاطا هذا النهار 8 درهم البطاطا البطاطا 8 درهم البصله البصله 100 درهم 5 درهم السلام عليكم صديق تبارك الله عليك كي داير الدعوه مليح الله يحفظك بارك الله فيك موجود هذا النهار خير موجود ياك ورشه في بدا السلاطه في نهار الربيع كلشي كاين الدعوه راه مخدره اللهم بارك شحال داير الخرش 120 6 درهم الخرش والسلاطه 3 درهم السلاطه 6 درهم الكيلو هاك تبارك الله اللهم بارك الشيبه كذا يا الشيبه اللهم بارك الخبز شحال داير 60 دور بس 3 درهم 3 درهم خبز بسم الله خبز دايره 3 درهم 60 دور ولا القبضه 60 دور اللهم بارك اسيدي الله يجيبكم التيسير الله يحفظك لسه الامور اشحال داير ابو عوده الصادق 15 درهم هادي 15 درهم وهادي كيف كيف 15 15 كاين سلعه زينه طايب اللهم بارك كاين السلع الخير موجود يا 15 درهم كاين الرخا كاين الرخا ها هي انت ما نقلب الحانوت على 10 درهم 8 درهم قلب الحانوت تبارك الله 15 درهم اللي يجي يشري هنايا التفاح شحال التفاح هذا 12 درهم 12 درهم التفاح اللي فيه التابروري هذا راه قليع ماشي الطيور كذا تاكل تدس لافوكا لافوكا شحال هذه 400 درهم اخويا 400 درهم لافوكا 40 درهم 20 درهم 20 درهم اللهم بارك ها لافوكا اخويا سفيان نقول لهم ها لافوكا ها الزبده يا اخويا دوال عظام دوال عظام ها بارك الله اللهم بارك دوال عظام اللهم بارك اللهم بارك هو البنان شحال البنان؟ البنان 9 درهم اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك ماتيشا شحال؟ 15 درهم اللهم بارك ماشي ديك اللي كان قلعوها بها الدروس ماشي البنج ماشي البنج خير موجود تبارك الله خير موجود اللهم بارك السلام عليكم لسلامتكم صديق خرج بتيسير الله يحفظك شحال هذا الخير هذا 560 هذا 5600 الله يا ودي اللي بغيت طيب اللي بغيت الله يحفظك 5600 درهم شحال عنده في السن هذا شحال عنده في السن عنده 3 سنين الله يبارك كي داير الدعوه في سوق هذا النهار ياك الخرف الصغير غالي فيها خير اسيدي الا جبتكم التيسير الله يحفظك السلام عليكم صديق شحال هذا الخير هذا 3500 درهم شحال عنده في السن 6 هذا 3500 درهم 3500 درهم عمر 150 هذه عمر الحاج ما تمشيش اللهم بارك تبارك الله ما شاء الله السلام عليكم صديق تبارك الله عليك شحال داير هذا الاخر هذا 320 3200 درهم مع جوج خروفان
2200 درهم. اللهم بارك. شحال داير هذا الخير هذا؟ 250 5 2050 درهم جملة. 2050 درهم. السلام عليكم صديق، لسلامتكم الله يحفظك. شحال هذا الخير هذا؟ 210. هادو 2100 درهم جملة. 2100 درهم بالتفراد، فين وصل الثمن ديالهم؟ 2200 درهم. بارك الله. السلام عليكم صديق، تبارك الله عليك الله يحفظك. شحال هذا الخير هذا؟ 212 ولي. 2120 درهم. اللهم بارك. 212 درهم. 212000. 2120 درهم. 210 ما تقولش تحت 12 يعني 210. 210 ولدي في 10 بدي معنا 2000 باش دير الحساب. 2100 درهم. 20 درهم نقص تغيضر. كي راه داير السوق هذا النهار؟ ما كاين والو. ياك مقارنه مع الاسواق اللي فاتوا حال بحال نفس الاثمنه يعني الارتفاع في الثمن كاين والجوع والو فيها خير. شحال 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 الله يحسن العون. الصاير غالي جفاف جفاف، خصنا شويه الشتاء نورمالمون. طلبوا 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 ربي يرحمنا. حبيبي الله يجيب لكم التيسير. الله يحفظك. شحال هذا الخير هذا اللي جيتي؟ شحال هذا الخير هذا؟ 210. 2100 درهم. 210000. اللهم بارك. بهذا الاخوان نكون وصلنا لنهايه ديال هذا الفيديو هذا. نتمنى تكونوا تعرفتوا على الاثمنه اللي كاينه داخل السوق الاسبوعي بمدينه بركان. الاثمنه ديال الخضار، ديال الفواكه، ديال الاغنام. قبل ما تخرجوا خوتي ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، مع الاحباب ديالكم. ما تنساوش تصليوا على النبي. السلام عليكم خوتي، حتى الفيديو اخر ان شاء الله.